بيتم تداول أنباء كثيرة حول انقطاع الإنترنت عن العالم تزامنا مع العاصفة الشمسية اللي كانت حذرت من قدومها وكالة ناسا، فيما لجأ الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأيام اللي فاتت لطرح الأسئلة وعرض بعض التوقعات بشأن انقطاع الإنترنت عن العالم غدا بسبب تعرض الكرة الأرضية لعاصفة شمسية تضرب الأرض بعد ساعات. لكن السؤال، إيه مدى صحة الكلام ده؟ يعني أخشى ما أخشاه أنه ينقطع الإنترنت للتعتيم على ما يحدث داخل الأراضي الفلسطينية وفي قطاع غزة. ما هو التوقيت غريب. على العموم، فليكن للعلم قول فصل. الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أهلا بك يا دكتور جاد. مساء الخير يا فندم، أهلا كل متابعيك وأهلا بيكم. إزاي حضرتك؟ إيه موضوع العاصفة الشمسية وإنه ده يتسبب في قطع الإنترنت وما إلى ذلك؟ يعني محتاجين نفهم رأي علمي يا دكتور جاد. بالظبط، بداية كده خلينا نوضح ببساطة يعني إيه عاصفة شمسية ونشاط شمسي. إحنا عارفين الشمس عبارة عن جسم ملتهب، غازات هيدروجين، فيها انفجارات، فيها براكين، فيها بقع شمسية. كل دي بنسميها ظواهر النشاط الشمسي. النشاط الشمسي بيتم تصنيفه في دورات زمنية، متوسط الدورة الواحدة 11 سنة. احنا حاليا في السنة الثالثة من الدورة رقم 25 للنشاط الشمسي من بدء تسجيل هذا النشاط بواسطة العلماء العاملين في مجالات الفيزياء الشمسية. يعني ايه دورة نشاط شمسي؟ دورة زي ما قلت حضرتك متوسطة 11 سنة. في بداية عمر الدورة الشمسية بيكون نشاط هادئ نسبيا، يعني ما فيش بقع شمسية كتيرة، ما فيش انفجارات شمسية، ما فيش عواصف كهرومغناطيسية بتصدر من الشمس في اتجاه المجموعة الشمسية. احنا عارفين ان احنا ثالث كوكب من كواكب المجموعة الشمسية، وبالتالي التأثير علينا نسبيا لو في نشاط شمسي كبير بيكون ليه تأثير على الغلاف الخارجي للأرض. احنا عارفين ان ربنا يعني حبانا بطبقة الأوزون وعدد من الطبقات اللي موجودة في الغلاف الخارجي للأرض بتحميها من مثل تلك الأشعة. مش عايز أقول الأشعة ضارة لأن برضو بعضها بيكون ليه فايدة. مع تقدم عمر الدورة الشمسية بيزيد هذا النشاط تدريجيا لمنتصف عمرها لا في العام الخامس أو السادس، يبدأ يلي تدريجيا حتى تنتهي الدورة. الدورات الشمسية ممكن تصنيفها أنها تكون دورة شمسية نشيطة، يكون فيها عواصف شمسية كبيرة، انفجارات كتيرة، بقع شمسية كتيرة، أو تكون هادئة والعكس تماما من نشيطة، أو متوسطة. الدورة الشمسية الحالية اللي احنا يعني تقريبا في العام الثالث من عمرها إلى حد ما متوسطة النشاط، والنشاط الشمسي بيصنف بدرجات من 0 إلى 5. العواصف الشمسية اللي تمت حتى الآن كلها ما زادتش عن درجة 3، إذا نحن بنقول هي دورة نشاطها متوسط. طيب في حالة لو في نشاط زايد إيه اللي ممكن يحصل؟ ممكن يحصل عواصف كهرومغناطيسية زي اللي بيعلن عنها من الحين والآخر على مواقع التواصل الاجتماعي. طب دي لو حصلت لا قدر الله بتكون كبيرة، تقدر تأثر علينا بإيه؟ تأثر على بعض الأماكن، مش كل الكرة الأرضية عشان نكون واضحين، على بعض الأماكن تحديدا شمال خط عرض 40. ممكن تأثر بقى على شبكات اللاسلكية، محطات طاقة فائقة القدرة اللي ممكن تأثر بالقصة دي. شمال خط عرض 40 اللي هو يبقى فين جغرافيا يا دكتور؟ يعني شمال أوروبا، شمال أوروبا لحد القطب الشمالي، مش ناحيتنا يعني. مش ناحيتنا تماما، احنا يعني مصر حوالين مدار السرطان وشماله يعني من 28 ل 30 ل 31 كده يعني، واخد بال حضرتك؟ طب أحيانا كده بنشوف على بعض المواقع العلمية ومواقع التواصل الاجتماعي صور كده للأورورا أو اللي هو الشفق القطبي. ده طبعا لما بيكون فيه نشاط شمسي، لكن مش عواصف شمسيه وكهرومغناطيسيه تؤدي للتاثير اللي احنا بنتكلم عليه. احنا عارفين ان الشمس بتبعد عن الارض بمسافه بنسميها مسافه ضوئيه،
8 دقائق ضوئيه، دي الدقيقه اللي الضوء او المسافه اللي الضوء بيقطعها في الدقيقه. طيب النهارده يعني على فرض ان في نشاط شمسي، وهنا بقى هنقارن ده بالتغيرات المناخيه واحنا نقدر نعرف في عاصفه مطريه ولا في سيول ولا في كذا قبلها يعني بايام، نتيجه ان في محطات ومراكز مراقبه على انحاء الارض. بالنسبه للشمس بنقدر نتوقع في خلال 3 أيام النشاط الشمسي اللي هيقابلنا. احنا حتى النهارده مفيش اي صوره ولا اي ارصاد سواء قامت بها كل وكالات العامله في مجال الفضاء ولا المراصد الارضيه. احنا بالمناسبه في مصر عندنا واحد من اقدم مراصد الشمس موجود في حلوان، ده مرصد يعني دي تصنيف دولي، بالإضافة إلى محطات منتشرة على أنحاء الجمهورية من أبو سمبل جنوبا لمرسى مطروح شمالا، وبيتم الرصد بشكل مستمر يومي. حتى الآن مفيش أي توقع لأي حاجة غير طبيعية تحدث خلال الـ3 أيام القادمة. طب إيه اللي حاصل دوت على الإنترنت؟ طبعا في ناس كثيرة بتحاول تعتم على بعض الأخبار، تحاول تعمل نشر أي حاجة تلفت انتباه الجمهور لحاجة معينة، لكن إطلاقا ما فيش أي شيء غير طبيعي على الأقل في 3 أيام القادمين. طيب يبقى ربنا يستر. أشكرك الأول يا دكتور جاد، كل الشكر الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.